الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بحول الله تعالى وقوته أنا واصل من حيث انتهى الأخ عمر جزاه الله خيرا. الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يعني لو داير تعرف معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، الشيخ عليه رحمة الله أورد في ذلك آيات، منها قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. طيب، الآية دي علاقة شنو مع تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؟ في ناس عبدوا أولياء صالحين وعبدوا رسل وأنبياء، زي ما ذكر لك أخونا في قوم نوح عبدوا خمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، دي صالحين. من النصارى أو النصارى كلهم عبدوا عيسى، وعيسى من أولي العزم الخمسة من الرسل عليه الصلاة والسلام. واليهود عبدوا عزيب، وهو كذلك من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام. الناس العبد الصالحين وعبدوا الأنبياء والرسل، ربنا قال لهم: أولئك الذين يدعون ذيل يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وقبالة الله تحداهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، ادعوا عيسى عليه السلام، نادوا قولوا يا عيسى الحقنا، نادوا عزير قولوا يا عزير اكشف عنا الضر، نادوا الصالحين ود وسواع ويغوث، كلهم الخمسه نادوا، ربنا قال: فلا يملكون كشف الضر عنكم، ما يكشف عنك الضر ابدا. شكذا ربنا قال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الإجابة شنو؟ لا. ربنا قال: فلا يملكون كشف الضر، ديل منو؟ ما بيملكوا كشف الضر، ديل الرسل والأنبياء، مش الصعاليق بتاعنا ديل اللي بيزعموا إنهم أولياء صالحين، لا لا لا، ديل ما عندهم أي شيء. الرسل والأنبياء والصالحين جد جد والملائكة معهم. ربنا قال: فلا يملكون كشف الضر عنكم، أي ضر ألم بيك ديل ما بيقدر يكشف الضر ده عنا. ليه؟ لأنه ربنا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ده أسلوب بتحصن، ما يكشف الضر إلا منه، إلا الله تبارك وتعالى براو عز وجل. طيب، في مرحلة ثانية إنه ما يكشف الضر، يحول الضر، يحوله، يعني بقيت أنت أصابك الفقر ده ضر ولا ما ضر؟ ضر. مرحلة إنه يكشف عنك الضر مرة واحدة، ما في ذول بيقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. طيب، في مرحلة ثانية الفقر ده يشيلوا منك، شا
شاء الله يخدوه في الحيطة ساي. الحيطة في النهاية ما بتتأثر مع جمال. هل بيقدروا على دي؟ ما يقدروا. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا بشيلوا منك لا بحولوا لغيرك. بعدين ربنا قال لك أولئك. المشار إليهم مين؟ الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة. أولئك الذين يدعون أو أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. دير ذات دايرين يتقربوا لله. شكيد ربنا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دير ذات دايرين لهم طريقة يتقربوا بها لله تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة يعني القربة. أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طيب إذا كان ذل يرجو رحمة الله ويخافون عذاب الله فكيف نحن نترك الله تبارك وتعالى ونلجأ لهؤلاء الرسل والأنبياء والصالحين؟ كيف نلجأ لهم؟ بل عقل الكلام ده بيجي؟ ما بيجي لا عقلا ولا شرعا. إذن من معاني وتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إنه ما يعبد الصالحين ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الملائكة، إنما يعبد من؟ الله براه تبارك وتعالى. والمعنى ده لو فهموا السودانيين وطبقوه كان حالنا انصلح وكان مشينا لقدام. لو فهمنا المعنى ده وطبقناه كان حالنا انصلح ومشينا لقدام. ليه الناس ينادوا الصالحين ويزعموا انهم صالحين وما صالحين؟ دي شكلها كهربة انتهت. كويس، في بلدنا دي ينادوا ناس يقول لك يا ود بدر من الفقر. الفقر ده ما ضر، تما تلجأ لله تبارك وتعالى. قول يا الله من الفقر، يعني يا الله اكشف عني الفقر. ينادي ود بدر زي البليد اللي بيجي بيداي ده، بينادي ست مريم وله 6 شهور وسخان. ما شفت انت 6 شهور وسخان جلابيه نظيفه ما عنده؟ انت برا خليتنا نلتفت عليك بعد ده بننجمك والله. البليد اللي بيجي بيداي ده عشان نحن ساكتين له وقال الشغله دي بتمش كده يا ست مريم كده، خليها تشتري لك سروال، سروالك مكرفس 6 شهور ما غسلته. وينادي له في مره سروال ما عنده يا ست مريم، طيب خليها تديك سروال ساي ولا ان شاء الله عراقي. ها انت لو ناديت الله بشتري لك عراقي انا كده، بس نادي الله وخلي ست مريم هسي بمشي السوق بشتري لك احسن عراقي. لكن عشان تعرف انه نازل قلوب مريضه، الله قال في قلوب مرض فزادهم الله مرضا. ربنا قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. والآية دي ما بنزلها لك أنا في زول ده، لا آية عامة ما بتنزل في معين، إلا في ناس نزلت فيهم الآية. كويس، لأنه ما معروف يمكن ربنا يتوب عليه بعد ده كله، ونحن نسأل الله إنه الله يتوب عليه ويرد إلى الإسلام ردا جميلا. ونسأل الله عز وجل إنه يبصره من خلال هذه الحلقات، ونرجو له والله إنه يكون من الموحدين. بعد ركوب راسه ده نرجو له إنه يكون من الموحدين. كويس، المصنف تاني جاب آية من سورة الزخرف وكان بيتكلم عن مثلها أخونا جزاه الله خير. ربنا قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. من تفسير التوحيد ومعاني ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله البراء من المشركين والبراء من الشرك والبراء من عبادة غير الله. وما ينفع البراءة دي تكون انت داسيها جوا، يعني ما تقول لي والله أنا بكرههم لكن في قلبي، لا ما بينفعك ولا بينجيك قدام الله تبارك وتعالى، ولا إيمانك ما بيكتمل ما لم تتبرى من دين المشركين ومن الذين يقعون في الشرك. ليه ما بينفع؟
لأنه إبراهيم عليه السلام ربنا قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا. انتبه إلى كلمة بدا. بدا يعني شنو؟ ظهر. ماذا سنه؟ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما دارين تتأسوا بإبراهيم عليه السلام؟ ربنا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يرغب يعني ما داير، ما داير ملة إبراهيم، يخلي ملة إبراهيم بيجاي جاي داير يمشي يعمل له ملة براو. ده الله قال لك سفيه إلا من سفه نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له ثم أوحينا إليك أن اتبع من؟ ملة إبراهيم حنيفة. ربنا قال له اتبع ملة إبراهيم. ولما ربنا ذكر إبراهيم من ال 18 نبي، بل هو أول واحد الله ذكره في سورة الأنعام، ربنا قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. في ناس سفها ما دارين يقتدوا بهدي إبراهيم عليه السلام، يجيبوا دعاة الشرك يكرموهم. هؤلاء سفهاء بنص القرآن. تكرم المشركين دعاة الشرك تكرم وتاويهم وتمشي تحبهم وتقعد تاكل معاهم. والله هؤلاء الصوفية لو ما تابوا ورجعوا إلى الله والذي لا إله إلا هو ترمس ما ناكل معاهم. والله ترمس، شفت كيس بتاع ترمس ما يلمنا مع الصوفية حتى يؤمنوا بالله وحده.